دعاء وتوسل إلى الله: يا ربنا ومولانا وخالقنا، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، انقطعت الأسباب إلا منك، وصعب الطريق إلا بك وإليك، أنت عدتنا ووسيلتنا، وقفنا ببابك فلا تردنا مطرودين. اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا، ارض عنا وارضنا، أذقنا حلاوة الإيمان. اللهم اهدنا في رمضان لأحب الأعمال إليك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعل راحتنا في جميل التوكل عليك، واجعل سعادتنا في الرضا بقضائك، واجعل إزالة همومنا في التسليم لقضائك، وارض عنا واكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين.